انا عايز اشهدكم على الراجل الخنزير اللي واقف ورايا ده دلوقتي. كنا بنلعب بلاي ستيشن انا وهو، وانا كنت بلعب بمحمد صلاح وهو كان بيلعب بريال مدريد. راح مكسح لي محمد صلاح، مسك محمد صلاح شخرم لي رجليه ضرب وشداليت وسطه. المهم ايه، انا كسبت، ضربت جالي ضربه جزاء وكسبت. لعبنا تاني، رحت لعب بقى بكريستيانو رونالدو، راجل طويل وبيجري بسرعه، راح مكسح لي كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو بقى ماشي برجله واحده ويعني امه مش عارف يروح بيته. المهم دلوقتي مرات كريستيانو رونالدو كانت بتعيط ومش عارفه كريستيانو رونالدو هيعرف يروح ازاي على رجليه. رحت سايب كريستيانو وسبت محمد صلاح عشان خاطر اتكسحه، ورحت لاعب مين بقى؟ بميستي، راجل قصير بس سريع، يعني هو قصير بس سريع. راح مكسح لي ميستي برضه. العب انا بمين دلوقتي؟ يعني قاعد العب بابو تريكا، يعني راجل ابو تريكا ساب اللعبه العب بابو تريكا. يعني انت يا عم قول لي، طب انت كده ما قلتهاش الحكم اصلا يا ابني. طب استنى قول لي انت، انا هدي الحكم ازاي فلوس وهو يا حبيبي بيس؟ انت تديها له فودافون كاش عادي يا ابني. سهل يا ابني، الراجل ده مش صاحبي ولا اصلا اعرفه يا ابني، بتاع البلاي ستيشن ده يا عم عادي. من واحد انت في المدينه هنا فاهمك حيواتي، مش انت ممكن مثلا تيجي تحول لحد فودافون كاش، مش ممكن ان انت تغلط في رقم وتحول لحد تاني؟ ايوه ينفع. طيب ممكن ممكن تبقى انت عملت كده معاه، وانا هعرف رقمه منين يا غبي؟ عشان ابعت له هو الفلوس، ابعت له بغلط. ماليش دعوه، اديت له فيزا. ما علينا، المهم تنزل اعمل لايك، شير في القناه، فعل الجرس عشان نوصل 100,000 مشترك في اقرب وقت. كل الكومنت زي كسبت مش انت. وايه؟ انا اللي كسبت مش انت. يا ابني انت ازاي يا ابني؟ هم قالوا ما انا خلصنا كده، محمد صلاح كان بيجري وفرحان، وكريستيانو كان بيجري وفرحان، وميسي كان بيجري وفرحان، يبقى انت ازاي اللي كسبت؟ يا عم انا كسبت. طب انت ما جبتش ولا جول، يبقى انت ازاي كسبت؟ اقول لك على حاجه، تيجي نلعب ماتش قدام الناس كلها واللي يكسب يجيب لي التاني وجبه؟ لا لا مش لاعب معاك تاني، انت نصاب. وبعدين انت ما بتبعتش فلوس للراجل ده. وحاسس ان انا هطلع اشتكي لاختك ونشوف هي رايها ايه. تعالى سندريلا سندريلا حر اسود، مو قش موز، غوريلا بتاكل غوريلا. ده بقرة سيبني انا بقرة؟ اه ببلاش بقى افضحك واقول ثواني ثواني بس ثواني ثواني، الاكل ده كله جايبه بفلوس مين؟ معلش بس بفلوس؟ اه بفلوسي انا كل الاكل ده. طب ما سبتليش حبه ليه؟ ما رضيتش اكل معاك ليه؟ انت اصلا كنت جاي ليه عليا؟ مش شايفني انا دلوقتي جاي اشتكي كده اخوكي ماشي؟ فدلوقتي انا هشتكيكي ليه واشتكي ليكي. استنى استنى بس، ده وش ده وش بريء يعني كده؟ بص ده وش بريء ايه ده؟ وش بلطجي، وش كله مشاكل وخناقات. بص يا عم وش حلو اهو. هقول لك على حاجه، دلوقتي بنلعب بلاي ستيشن، مين بيعرف يلعب احسن، انا ولا صيف؟ انا اهو اهو صيف؟ اه طيب انا دلوقتي كسبته 3 متوشه بس هو بس عشان خاطر انا كسبتهم بضربات الجزاء، هو بقى مش عايز يديني فلوس واللي احنا اترهنا عليه. ازاي يعني كسبته بضربات الجزاء؟ معلش زي الناس كسبنا بضربات الجزاء. يعني انا دلوقتي ايه، هو اللي ماشي راح الجون هيجي جون خلاص، راح ايه راح راح مكسحنا. طب لك كام لاعب؟ بعدين دي واحده بس، دي واحده بتاع ايران حرام اصلا. ايه ده؟ ما انا ما كنتش اخد الفلوس دي، انا كنت هتبرع بيها للهلال الاحمر. يعني انت يعني انت هتروح بفلوس يعني؟ بص حلو. انت راجل مفتري وانا ما تزعلش من اللي هيحصل بقى، وخلي بالك بقى صاحباتك البنات لما يجوا ما تزعلش من اللي انا عامله فيهم. بقول لك ايه، ما تزعلش، بقول لك ما تزعلش على البيت بتاعك. ماشي خد خد بقول لك كده، خد بقول لك خد بقول لك ما تزعلش على البيت بتاعك. المشاكل بتاعتنا نحلها مع بعض. خد بقول لك، عايز اقول لك على حاجه. لا لا ماشي ما تزعلش يا عم. استنى تعالى، خد تعالى، تعالى بجنب هنا، تعالى بجنب. ايه امشي من هنا عشان خاطر انا قلت اتكلم مع راجل كلمتين. انت مالكش دعوه. بص بص اسمع بس يا غبي، لا اسمع. فاكر انت لما قلت لك يا عم استنى، فاكر انت لما معاك معايا ايه انت غبي؟ انت لازم راجل وانا بتكلم. فاكر انت اتكلم يا عم. يا ابني والله هموتك يا ابني، ده مخلوق منك اصلا. فاكر انت لما قلت لك ان اصحابها جايين هنا المدينه؟ بقول لك ايه يا ابني، فاكر ولا مش يا عم؟ ميت ايه؟ طب ميت ايه؟ انت شكلك اصلا سرسجي لوحدك، يعني انت مش محتاج تلبس حاجه، انت سرسجي يا عم. انا جايب طقم جديد وعايز تعرف بيه على واحده. تعرف ايه؟ انا مظبط لك يا دي، الكلام ده كله مظبط لك يا عم. انت ليه؟ اسمع بس، هنعمل فيها مقلب. انت تستخبى لها في اي حته واطلع خضها كده. طالما انت خضتها هتخاف من حبك، هتقع في حبك، فكده تبقى حبيبتك بجد والله. طب ممكن تبقى لك الشرطه، الشرطه تيجي تحبسني يا عم. مش مشكله، ساعتها هاجي اهربك انا. إيه؟ ايزي ايزي يا عم، اسمع بس الكلام. تعال انت ولا متخلفه انت. بقول لك صح، عشان انت زعلت منك من شويه، ما تزعلش على بيتك بقى. ايه؟ لا 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 لا، بص بص احنا نهزر في اي حاجه. بص كده انت عملت يا ابني. بص اقسم بالله اركب عربيه ب 10 جنيه هاجي لك مدينه نصر، هعجنك هعجنك. لبس البيتزا مكان، حط البيتزا مكان. طب تعالى بص، تعالى بص، ايه ده هنا اسمه؟ بص انا هخش البيت من غيرها. ايه ده؟ ايه ده؟ انا كنت داخل البيت كان فاضي ولا رجع لي ايه ده؟ طب انا في باب جالي، باب ست باب زياده. ايه ده؟ بس حلو كان صيف صيف صيف. يا ابني بالله تيلا واهدى عشان ما مش يعني. بص انا مقتول واحد، ابعد عني بقى، ما تاذينيش تاني عشان ما اذاكر. انا جاي اكلمك في موضوع النهارده، صاحباتي اخواتي ماي سيسترز براذرز ايوه جايين.
ايوه ما انا عارف، ما انا شفت الرساله اللي هم فبالتالي بعتينها لك، وانا ما تعرفهمش. رديت عليهم انا على الماسنجر، رديت انا عليهم قلت لهم بقى ان انت استنى مش موجوده انا وكده. هكلمه. الو ايه سويسي، بقول لك ايه، عارفه جوزي الادب مش محترم وبيشتم وكل حاجه والفاظه سيئه، وده بيحط ريحه، وده بيحط ريحه ويظبط شعره، وده بيحط ريحه. وبيحط كالوني وشعره منكوش منكوش مين؟ لا انا كدابه بنت، كدابه بنت الكدابين. انا بحط شعرك منكوش مش منكوش. ولا لم نفسك، بص هم بس يجوا ومالكيش دعوه. يلا صيف عشان نطلع على الطلعه انا وانت. تعال يلا يا تعال عم، بقول لك اصل ده الحاجه اللي نجيب بنات. تعال تعال يا ابني لم نفسك يا بس ابني. معاك يا ولد بقول لك ايه، هات التليفون بتاعك، ايه اكلم الراجل بتاع الهدايا يجيب لنا هديتين حلوين. وايه بقى عشان تعرف تديها هديه، تروح بقى تقع في حبك بقى. انت هتلاقي ايه؟ والله حاسس ان قطه. انت هتوديني في داهيه في الاخر. يا عم اسمع بس كلامي، ثق فيا. انت هتلاقي قطه، قلب الانثى قطه لا شوكولاته يا ابني قطه. بص ماشي. رقم واحد. الو اي ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص انا بكلمك عشان خاطر انت احسن واحد بتعمل هدايا، صح الكلام؟ ايوه صح الكلام. محتاج بقى، بص اول حاجه محتاج 3 هدايا ماشي. ايوه اول هديه للمزه بتاعتي اللي انا اصلا يعني هعكسها النهارده. تاني هديه تمام لسيف عشان خاطر سيف عبيط وما بيعرفش يشتري هدايا. تالت هديه تمام بقى حلو كده. لكل الفنزات اللي عملت لايكات. طب لو ما عملوش لايك هحط لهم ايه؟ درت؟ لا ما تحطش درت، لا عيب عيب. حط حاضر ايه؟ حقن حقن حقن؟ وكبر الابره، خليها كبيره وكبر الحقن. طيب تمام يلا بص حقن. انا هسيبك تعمل الحقن، هسيبك تعمل الهديه على ذوقك تمام عيب عليك. ماشي انا مستنيك في البيت الحقن دي اهو. بس انت بتكلم صيدلي ولا يلا سلام. لا يا عم ده انا كنت بقول للناس اللي ما بتعملش لايك نجيب لها حقنه كبيره قد كده اهون هتحطها ونشكها فين؟ بقى. هنشكها فين؟ في ايديها. وانت بس انت واحد مش هتشك في ايديك. لا لا عشان انت مش سالك. بص يا صيف عايزك بقى ايه، وانت ايه اول بس ما البنت تيجي كده هي مثلا بقول لك فرفت. استنى بثي هفهمك بقى يا غبي بقى، سيبني اكمل بقى، سيبني اخد فرصتي. بنت عوار. مثلا جاي عليك كده وماشيه بتعمل كده، هي بتمشي بتتدلع كده، تروح انت داخل عليها بقى دخلت ايه كده. بص كده مساء الجمال يا وحش الكون. طب انت عامل كده الحركه دي، الحركه دي كده لا لا طبعا. لا 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 هقول لك هعمل ايه. بص كده امشي كده كأنك انت البنت. امشي يلا. ماشي انا مش هداني. ماشي جاي يا امرأة. امرأة امرأة دي تقولها لأمك يا حبيبي، قليل الأدب. استغفر الله العظيم يا رب. طيب هات رقم. السلام عليكم. ايه ده؟ والسلام. العنوان العنوان بص هو البيت مفيش غير الفندق، فندق الهوتل ماشي تمام. يا ظهره عم انت قول له قول له اقول له استنى في ظهره الشارع 16. ماشي يا سلام عليكم. السلام عليكم السلام. بص بقى مثلا بنت ماشيه كده، فلنفرض ماشيه كده كده. ايوه لو انت داخل عليها دخلك كده. اثبت يا وليا. اثبت اثبت يا انا. طب دي اول هديه لحضرتك. ماشي يا نجم. راح اجيب الهدايا التانية. ايه انت هتجيب واحده واحده؟ مش عارف اجيبه. بص تعالى نفتح الهدايا ونشوف جواها. يخرب بيته ده حاطط فيهم دايموند. بقول لك ايه، بص استنى 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 سيف، حط كل حاجه مكانها سيف، حط كل حاجه مكانها سيف عشان اقسم بالله سيف عشان اخرمك. حط كل حاجه يا عم. يا عم استنى انجز يا عم استنى. تحط في شال ليه؟ انا عايز اديها في شال اهو بس زي الفل كده. يا تحط الفشار جوه يالا، مالكش دعوه سيبه، هي بتحب الفشار بس. ايش عارفك ان هي بتحب يا عم؟ مالكش دعوه انت، انا هخبي الهديه دي عندي في الشقه عشان اصل فاكر انت واحنا صغيرين كنا بنعمل ايه؟ احنا في شاي، احنا في شاي، انا في شاي، انا في شاي. ايوه فاكر. بص بص يا سيف، سيف ايه ده؟ ده نص باب. ايه ده؟ الباب راح فين؟ ولا انت كلت باب يا انا؟ كلته يا ابن التفصيل. بس تصدق بس بشكله حلو. طب بقول لك ايه، بص 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 انا عايز بس تروح تجيب ايه، شاي ام حسن لحد اما ايه، لحد ما هم يجوا هروح انا مديك رنه ماشي؟ تمام. انت بس روح انت هات شاي ام حسن وتعال. شاي ام حسن؟ اه اسمع بس، هتلاقيه هتلاقيه في الدكان، روح دور على شاي ام حسن وتعال. طيب حاضر. هو في ايه اللي حصل؟ والله ما اعرف. انا كسرت دي كده، البلوكتين تحتهم هيتكسروا. بعدين انجز بس انت، روح مشوار عشان ما تتاخرش. يلا مستني. تعالى يا نجم، انت جايب قطه معاك ولا ايه؟ ايه ده؟ تعالى يا ابني. هو مش ده صاحب القطه؟ مش دعوه بيه. لا انا صاحب القطه. ايه ده؟ وده صن ديك الليب بتاعها. ما انا معايا واحد. ده جاي راجل ده عبيط يلا ولا ايه؟ بسرعه
تقلقش. هقول لك بس ما تجريش يا قطه، ثواني بس هقول لك على حاجه، مش هنقعد نلف بعض في البيت. طيب يا بنت اهدي بالله، ده انا اصلا مجنون. طب هقول لك على حاجه بقى، انت هتطلع الكلب اللي جوايا تعالى. طب هقول لك بس ما تجريش. طب استنى ده قطه، خد يا بنت. طب ثانيه يا سيف، ثانيه يا سيف، ثانيه بس، تعالى يا بنت، تعالى يا بنت، احنيك انت، تعالى بس باش. يلا اوعى تجري، روح يا ابني، روح هات شاي ام حسن وتعالى. روحت جبت شاي ام حسن واديتني لبيه الشاي وقالت لي امشي يلا. روح هات حسن بقى وتعالى. لا ما فيش حسن، انا جبت الشاي. يا عم روح هات حسن، اسمع الكلام. يا نهار اسود، الشاي اهو يا ابني. بتموت القطه ليه؟ بتموت الهره ليه؟ اهو والسلامه يا نجم. يا حبيبي ده بيتنا ده، يا حبيبي انت بتعمل ايه؟ انت متخلف، بتعمل ايه؟ يا مجنون، هات الفلوس، هات الفلوس. طب انا رميتها بره. الهديه قصدي، اجيب لكم كمان الهدايا واجيب لكم الفلوس. بص بقى الفلوس، والله الفلوس هديها لك على طول. بص خد دول ايه ده؟ خد يا عم حسابك. ده ايه ده؟ حسابك والله. خلاص والله يا عم، خلاص خلاص والله، مش عايز، مش عايز الباقي خلاص والله العظيم ابدا ان شاء الله. هو دولت ايه برضه؟ ولا سيف. الراجل اللي بره ده بيشتمك، بيقول لك انت مش راجل. عامل انت معايا؟ بقول لك كويس. ما تعرفش ان حد هنا بيبيع حاجات حلوه وكده؟ لا مش عارف غير الرجاله بس هو اللي بيبيعوا. يا نهار اسود، مش بقول لك انت غلط يا فيلا، عاش عليك يلا كده بقى. انت كنت عارف منه الفلوس الاول يا غبي. سكوب يا اخويا، سكوب دي. بقول لك ايه، اطلع اطلع انت بيتك وانا ايه هبقى انادي عليك لو هو جم. يلا اتكل انت على الله. عايز تفايق يا عم؟ لما يجوا هبقى انادي عليك. خلصان انت عيل مقرف. ان شاء الله بقى لما يجوا انا بقى استقبلهم، انا اخد من موزه الحلوه ليا، وهو بقى ايه بقى يشوف له بقى كده موزه ثانيه. مالناش احنا، انا نام واول ما الصبح يجي بس. ايه يا مرات هتصحيني؟ هتقول لي قوم بسلم على اصحابي. صباح الخير. صباح النور. انا مش عارف انام من كتر الدوشه الموجوده في الشارع دي كلها. استنى استنى عشان الو، انت جيتي؟ ايه ده؟ وصلوا؟ ايوه ربنا، مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي يا لمبي. ثواني انا جاي، ثواني ثواني. حشرت وحشاني. ايه ده؟ ثواني يا بنت الحراميه، خدي يا بنت الحراميه. ثواني، انت وحشاني انا اخر وحشاني. هاتي بص خدي. ازيك عامله ايه؟ هاتي حضن، حضن كبير لعم. حبيبتي اخبار؟ خدي خدي، بص جايب لك هديه. ايه بصي، خدي خدي حبيبتي. الله الله يا بنتي، كل دي الهديه دي ليا. انت مالك انت؟ ليكي ايه؟ ليكي ايه هي اللي جايبه لها الهديه؟ هاتي يا بنت. ايه؟ هاتي اللي جايب لها ايه الهديه؟ ليه؟ طب وانا فين؟ كان دي الضيفه. بصي جايب لك فشار وفيها دايموند، دي بقى دايموند وورده. يا دي ورده، دي هتبقى ورده حبنا ان شاء الله. خديها خديها. ايه يا وين يا مي؟ ثواني ثواني، جايب لها ده تاني. ثواني جايب لها هديتين. هقول لك ايه؟ هديتين؟ دي احنا مش عملتها في الجواز لان نبتن. انت 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 استغفر الله العظيم يا رب. عايز ايه؟ ايه يا ابني؟ البنات جم؟ لسه ما جوش يا سيف، قلت لك اول ما يجوا انا هكلمك على طول يا حبيبي. وانا اضحك عليك يا عم. عايز اتفرج يا عم. تتفرج على ايه؟ اول ما بس يجوا انا هكلمك على طول. يلا سلام سلام. خدي يا قلبي، خدي يا بيبي، خدي خدي. بصي دول كلهم، بصي هابي باي زي تو يو شات شات شات. باسم باسم تعالى لي يا باسم جوه، تعالى لي جوه. تعالى جوه فين؟ تعالى لي جوه. عايز ايه؟ دلوقتي يا باسم اقسم بالله لو ما لميت لمك يا بنت. اسكتي، دي ضيفه، احنا نشوف بس عايزه ايه. طب ماشي باسم يا قلبي، انا هجيب لك بقى اخويا. ثواني بس، انت قولي بس انت ايه ظروفك عشان خاطر ايه؟ انا راجل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله 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 الله، انت انت ايه السرعه دي؟ يا بس كنت لسه بطلع التليفون عشان اكلمك. اسالها حتى ايه؟ لا يعني الهديه دي حتى ما طلعتش ليا، طلعت ليها؟ وما جابليش هديه. انا هجيب لك انت هديه يا معفن. معفن يا ميتي. طيب ماشي، بقول لك يا سندريلا معايا السلاح يا اخويا. لا 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 لا، مش سلاح يا سلاح. بتلف وشك كده ليه؟ ما تخليكي معانا شويه. سوسي يا نهار اسود، يا نهار اسود، هيولعوا في البيت، هيموتوا البيت. الله يخرب بيتكم يا اخبي، الله يخرب بيتكم. تعالى عليك يلا. استهدوا بالله بس يا جدعان، يا جدعان استهدوا بالله. بس يا استهدوا بالله بس. يعني انت قلت لي جايبها لك وهتتعرف عليها وبتاع، مش عايز في الاخر ما جبتليش حاجه ولا حاجه. عارف مشهد الانثى بتقتل الرجل الشرير؟ ما هو مفيش انثى. خلاص طب اهدي بس، استهدي بالله. ضربيني ليه؟ استنى يا سيف وسع كده يا سيف. بص انا اصلا كنت شايل وسع سيف. هقول لك بس، هقول لك من غير ما تعصبيش بس. انا هقول لك على حاجه بقى، انت عايز ايه؟ مدعكه؟ انت عايز ايه؟ لا تعالى حبيبي. مدعكه مين حبيبي؟ انا جبت لك بقى الاسلحه بتاعتي الجديده. انا بقى لا يمكن يعرفوا ان انا هنا.
هفضل بسرعة طيب. كده بس انت لا ده. لا والنبي بص اسمه ده بص بينور كده ازاي والنبي اهدي بالله بربل يلا والنبي اهدي بس بربل اهدي بس والنبي بربل يلا والنبي خلاص بقى خلاص يلا السلاح هيطول السلاح هيطول السلام عليكم خلاص السندلة خلاص السندلة بقول لك يا باسم طب هو مفيش حد تاني من صحابها ولا هي كانت دي بس ولا ايه؟ السلام عليكم يا الثانية من المطار بقى هو امري لله اجي معاكي؟ ايه؟ هتتلمي بقى ما تتلم ماشي ماشي بقول لك يا سيف اطلع انت ولما هم يجوا انا هكلمك على طول هكلمك على طول هكلمك والله والله ما اكلمك والله ما يا ابني ثق فيا هكلمك على طول اول ما هم يجوا يا عم زعل منك يا عم اتفرق اتفرق انا نصين قرف وحذر كلمه على المدعك انا ما كنتش عايزه اصلا يجي حسبي الله ونعم الوكيل الواد ده بيشم ريحه البنات ولا ما بيفهمش ما بيستحماش اصلا يا بقول لك يا سيف عزيز احنا كنا عايزين نعرف يعني يعني هو انت اخر مره استحميت فيها كان سنه كام؟ العيد اللي فات النهار اسود نهار اسود العيد اللي فات ده كان من حوالي 3 شهور والعيد اللي جاي يعني خلاص كان بالظبط 4 ايام ولا 5 كل سنه طيبين يعني يا جدعان استحمى فيه وانا مش كل سنه طيب انت خنزير انا خنزير؟ اه ماشي يا بس يا بس انت كل انت اول واحد اصلا قلت لك ايه ده؟ مزة هات لي رقمك زيرو كام؟ زيرو ايه؟ جو ايه يا امرأة؟ يا ابني حد يعكس حد كده بالراحة على الاكسدام يا عصام يا اسطى اخويا وربنا يا بنتي بتقول ايه يا اسطى يا عبيطة يا بنتي يا بنتي يا بنتي في انت هتتكلمي كده ليه في اختي سندريلا اختك اه بالمانيكير اللي انت حطاه ده ايوه بقول لك ايه تيجي عايز ايه تيجي نشرب عصير قصب تيجي بالشوال مع الرجال نشرب عصير اصلا من اللي بيدق ايه ده خلاص بقى خلاص ما تاخديش سيف انا هاجي انا لوحدي بقول لك يا جميل ما تيجي في ما تيجي في الكافيتيريا والبسك الدبله دي لا 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 تيجي في الكافيتيريا ونجيب شاي ده انت عيل بارد يا عم يا عم امشي يا عم بقول لك ايه ماشي بقول لك ايه استنى بس عشان معايا موضوع الو لا احنا خلاص مش هنشتري اسمه ده الطياره اصلا لقيت صاروخ حياتي يا نهار ابيض لا 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 مش عايز اتكلم عن نفسي كتير اه حاول الواد بيولع فيا الواد بيولع فيا عشان خاطر متغاظ الله يخرب بيتك فين المزه سندريلا ده واد ده ولا بت يا جدعان ده واد تقريبا واد جاي عاكس ده بص يا عم استهدى بالله انا مش عارفين انت يا واد يا بت يا واد يا بت يا عم عمي مين الواد ده مز بقول لك ايه انا بحبك لا لا ما لا مالناش في الشمال ان شاء الله تلاقي فتاه احلامك ايوه يا صيف مش هتسيبك المز وراك وراك لا لا مرتبط ما قلتلكش مش مرتبط والله ابدا مش مرتبط والله والله بصي يا عم مرتبط ثبتيه ثبتيه جوه ثبتيه اسنقي جوه بقول لك ايه ثانك يو بنجاتي انا طبعا زي ما انتم شايفين قصه حب ما بين كائن كائن البحر وكائن لسه احنا ما اكتشفناش ده كان كلب ولا مش كلب وان شاء الله هيخلفوا لنا معزه صغيره نباحها العيد اللي بعد الجاي ان شاء الله انا قتلتها اصلا قتلتها ايه؟ قتلتها ايه بتجري وراك ايه؟ تحول ولا ايه؟ يا نهار اسود